كان موجود معانا في تشكيل تلك المبادرة. عايز اقول ان الجمهورية الجديدة مصر اتغيرت، ما بقاش كل واحد شغال في وادي، ولكن التناغم والتناسق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اكبر دليل على كده المبادرة حصة في مركز الشباب، التعاون الكامل بين مديرية الشباب والرياضة بالأدبية ومديرية التربية والتعليم. كل الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعالي الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للرعاية الكاملة لمبادرة حصة في مركز الشباب. دائما الأليوبية صبارة بمبادرتها، دائما الأليوبية في المقدمة. مبادرة بتستهدف 65 ألف طالب من المرحلة الابتدائية والإعدادية لممارسة الأنشطة المتنوعة، ما بتوقفش على أنشطة رياضية فقط، ولكن وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة إن مراكز شبابنا تكون مراكز خدمة مجتمعية. من هنا بقدم الشكر لكل أبنائي وبناتي الموجودين على مستوى الألوبية، بقدم الشكر الموصول للسيد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم للتعاون الكامل والرغبة في عمل شيء وطني بشكل محترم. كل الشكر لقيادات الشباب والرياضة بالألوبية، كل الشكر لقيادات التربية والتعليم بالألوبية، كل الشكر لإدارة مركز شباب شبلانجا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا.